حياكم الله مشاهدينا الكرام، من معنا؟ طارق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا طارق، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، شلونك أنت؟ بخير الله، يعني مو مرة. إذا جاء وصل. المهم فهيد أنا صفر. طارق. هلا هلا. جاوب صح ان شاء الله. ان شاء الله اني اجاوب صح. طيب وجهك. انت من القصيم؟ ايه من القصيم. لا تفزعلوا، افزعلي انا تحلت الاجابه حلت زين. افزع اللي معي. يطقطق عليك يا طارق. لا والله ما طقطق، انت عزيز وغالي يا طارق. ايش ذا؟ شوف طقطق، جاوب غلط. انت اللي قاعد تطقطق على اجلك. طارق جاوب صح يا طارق او لا؟ شام مبشر زين ولا؟ شفت بقول لك ولا بس اختار من 1 الى 20 ولا؟ 11 ولا؟ اي ولا اللي تسن انسيقان الفهيد شام؟ اللي تسن انسيقان الفهيد 11 ما سمعت ليه؟ ها؟ ها؟ يلا السؤال السؤال يلا السؤال اي الحواس التاليه اقل فاعليه؟ تذوق ولا السمع ولا الشم ولا الشم؟ لا دقيقة، أنت عندك جوجل ولا؟ إيه لا ما عندي جوجل يا رجال، القسماندي هني ما يحتاجون جوجل. إيه ونعم كفو والله. قفل قفل يا رجال. لا قفل. دقيقة لا تقفل، اصبر. طارق شام متأكد؟ إن شاء الله. والله أنا شوف هذا طلب الشم السؤال، يعني انت جاوبت ما سمعت السؤال يا طارق. شوف انا ان شاء الله النظام ان الاجابه صحيحه لسبب. انا كم عمري يا محمد؟ انا عمري 35 سنه. ايه 32 سنه خشمي مزكم. فاعتقد انه هي الاقل فعاليه. اي الحواس التاليه اقل فعاليه، كيف فعاليه يعني؟ لا انا يعني ما لها لازمه ولا ايش؟ لا يعني الحين لو جيت قلت كذا شوف تسمع الصوت؟ ايه طيب كذا؟ ايه ما سويت اصلا. لا انا سمعت صوت المتصور ويتسولف. انت تسمعي له هناك؟ ايه اذكر الله اول شيء. ما شاء الله، اكيد اذا راح الشم قوت في شيء ثانيه. شوف يوم كورونا راح الشم الله يستر. راح الشم مع الذوق، قوى البصر مع الحس. خليني اشوف انا الاجابه، انا صراحه والله ما ادري الصدق، لكن ان شاء الله انها الشم. ان شاء الله انها الشم. ان شاء الله انها الشم. كفو! صح صح جاوب صح. صح. انت تبيها كذا صح؟ اوكي جيب لونج انا اعلم. ابو هدى ابو هدى من غير ابو هدى، شوف ابو هدى من غير ابو هدى ابو هدى. شكرا انا اعلمك انا اعلمك. صندوق 11 خلينا نشوف 11 وين؟ شكرا اي صح شكرا يا طارق، بيض الله وجهك والله انك كفو وجاوبت من غير جوجل وكنت واثق يا اخي. في نقطه يعني احس انه الجمهور قاعد يناظر ما هي موجوده عندك. وش يا اخي؟ لك حلقتين نهائيا ما جبت اسم ذا حق المغناطيس. كومين كومين وين كومين؟ بديت حلقات كومين. نوعدكم ان شاء الله جمهورنا الكريم ان نستضيف كومين هنا باذن الله تعالى، بس يعني قاعد يستشور هو، فيخلص استشوار هو من اسبوعين قاعد يستشور، فيخلص استشوار وشفتها. خلاص قال لك عطى الرياكشن، يعني مو تسوي كذا يعني تفاعل. ياس يقول المثل الخيل الاصيله ما تلحق الا تالي او له. انت وين ذا الالف في الشانزليزيه؟ انا استثمر في الشانزليزيه الف برضه.